السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضرات اللي فاتت كنا أخذنا برنامج مايكروسوفت وورد، وكنا أخذنا مايكروسوفت إكسل، وكنا أخذنا مايكروسوفت باور بوينت. حتى ما خلصناهمش. ليه؟ لأن أكتر 3 برامج أنا بشتغل عليهم في برامج حزمة أوفيس هما ال3 برامج دول. بالعلم ان باقي البرامج كلها اللي احنا متفقين ان احنا هناخدها في الدبلومه، زي الاكسس، الاوتلوك، زي الون نوت، زي الببلشر، زي البروجكت، زي الفيزو، زي الفورم، زي التيمز، دول كلهم هتلاقي كل برنامج بياخد معانا محاضره او 2 بالكتير، ومش هياخد وقت معانا. بس احنا هدفنا ان احنا نحترف ال3 برامج دول، اللي هو الوورد والباور والاكسل، وناخد كل حاجه فيهم عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. طيب النهارده برضو هكمل جزئيه كده حلوه كده ولذيذه في الباوربوينت. هنعمل زي مشهد احترافي مع بعض. نبدا ان شاء الله مع بعض النهارده في محاضره اليوم. هنشرح مع بعض مشهد انيميشن او تحريكي. هيكون مشهد برضو حلو كده. انيميشن لو انا عرفت استخدمه كويس في الباوربوينت هلاقي الدنيا سهله وبسيطه معايا. بداية أنا عايز أبتدي أروح أقسم الصفحة 4 أرباع، عايز أقسمها 4 أرباع. عندي قائمة اسمها قائمة فيو أو تاب فيو، في حاجة اسمها جايدز. أول ما أدوس على كلمة جايدز فهو كده قسم لي 4 أرباع 4 أرباع. طيب دي أول خطوة أنا بعملها قبل ما أبتدي في أي حاجة. طيب أجي بعد كده كل شغل انا بعتمد على الشيب او الاشكال، فهروح على قائمة انسرت وبختار منها شيب او اشكال، واختار الشكل اللي هو الدايرة، شكل الدايرة. اظبطها بحيث انها تكون في المنتصف. اجي هنا في الارتفاع، عندي اجي في الارتفاع اللي عندي اخليه 10، واخلي العرض 18. ايه اللي حصل معايا؟ الاقي الدايره اللي انا عاملها كبرت، حتى واخد المنظر ده، واخد الصفحة كلها. دي أول خطوة أنا عملتها. حاول أطلع كده بره شوية. تمام، وراح اضغط كليك يمين على الشكل من فيو. بعد كده رحت على حاجه اسمها جايدز، علمت علامه صح على جايدز. طيب انا عملت الشكل وبعد كده ضغطت كليك يمين عليه. بعد كده في حاجه اسمها فورمات شيب، ضغطت عليه ظهرت معايا قائمة في ناحية اللي هو اليمين، عندي حاجة اسمها الفيل والإفكت، وعندي السايز اند بروبرتيز. أنا هروح على الفيل، أفتح الفيل وأروح على حاجة اسمها ترانسبيرنسي اللي هو الشفافية. أنا عايز أقلل الشفافية أهو، الشفافية بتاعتي. اللي هنفترض مثلا خلي الشفافية 21. طيب ازاي باخد نسخة تانية من الشكل؟ انا كنت اخد نسخة تانية من الشكل ازاي؟ ادوس على اختصار كنترول مع دي، كنترول مع دي بياخد اختصار او بياخد نسخة تانية من الشكل، كنترول مع دي من لوحة المفاتيح، كنترول مع دي بياخد. طيب يبقى اول حاجة انا عملت الشيب،
وبعد ما عملت الشيب خليت الارتفاع بتاعه 10 والعرض بتاعه 18. مش شرط، انا ممكن اظبطها برضو يعني، مش لازم 10 و18. طيب اروح على الشكل الاولاني، هضغط كليك يمين عليه وادوس على حاجه اسمها فورمات شيب، فورمات شيب اللي هو تنسيق الشكل. وبعد كده بروح على الترانسبرنس اللي هو الشفافيه، اخليها كمثال 21. طيب الشكل اللي فوق عملته ازاي؟ ان انا اخدت نسخه تانية من الشكل اللي من تحت، اخدت نسخه تانية منه عن طريق اختصاره كنترول دي، كنترول دي اللي هو الدبليكيت تكرار. طيب بس مش هخليه بشفافيه، اهو خليته بالشكل ده، انا مش عايز فيه شفافيه، انا مش عايز فيه شفافيه، هنزله كده هخليه بالشكل ده. طب انت بتعمل ايه يا هندسه؟ انا في شكل في دماغي انا عايز اوصل له، ونعرف في الاخر ايه هو الشكل ده. دايما قبل ما ابتدي اي حاجه لازم اعمل لها تغذيه بصريه. يعني ايه اعمل الحاجه تغذيه بصريه؟ يعني ندخل نشوف التصميمات، نشوف مثلا لو عايز اصمم مثلا بانر بصممه ازاي. لازم اعمل حاجه اسمها تغذيه بصريه. يعني نفترض انا عندي اهو جوجل، التغذيه البصريه عندي هندخل كمثال يعني على موقع اسمه الفريبيك. انا دخلت على موقع اسمه الفريبيك، ابتدي ابص على التصميمات اللي عندي، ابص على شكلها بتتعمل ازاي. كده انا عملت تغذيه بصريه، تغذيه النظري، انا شفت التصميمات شكلها ازاي، وعن طريق التصميمات دي ابتدي اخد تصميم او احط شكل تصميم في دماغي انا عايز اعمله، بروح اعمله يا اما على الفوتوشوب يا اما على الستريتور يا اما على ازاي. تقسيم الصفحة قلتها كذا مرة بس ما كانتش حاضرة معايا. أنا رحت على فيو، على فيو أهي قائمة فيو، وأروح أعلم علامة صح على جايدز، أروح على فيو وأعلم علامة صح على جايدز، فده بيقسم لي الصفحة 4 أرباع. دي أول حاجة. والحاجة التانية اللي بقسم بيها الصفحة، لو تفتكروا كنا عملنا ايه المحاضرة اللي فاتت؟ كنا عملنا ايه عشان نقسم الصفحة بالشكل ده؟ كنت عملت اشكال مستطيلات وخليتهم كلهم جنب بعض، خليتهم كلهم جنب بعض، ورحت شلت الفل التعبئة اللي هي موجودة من الداخل. طيب انا بعد ما عملت تقسيم للصفحة هنا، عايز اخد نسخة تانية من الشكل ده. باخد نسخة ازاي؟ عن طريق كنترول دي، كنترول دي، كنترول دي، كنترول مع حرف الدي. او كنترول سي وكنترول في. اي كنترول زائد دي. أخذ نسخة ثانية من الشكل، كنترول دي بياخد لي نسخة تانية من الشكل اللي عندي. ماشي، ما ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا عايزه، إن أنا أقسم الصفحة 4 أرباع. أنا لما بروح على جايدز الصفحة بتتقسم معايا ال4 أرباع، أنا اللي عايزه، مش عايز أكتر من كده. أهي مربع، أدي التاني، أدي التالت، أدي الرابع. انا اعتبر شغال على المربع، المربع الثاني، المربع الثالث والرابع، واخد جزء بسيط من الاول والثاني اهو. جريد لاينز الرسم البياني، انا بقول جايدز، الجريد لاينز اللي هو الرسم البياني، الجريد لاينز ده الرسم البياني اهو. لو دوست على الجريد لاينز هيعمل لي رسم بياني. احنا هنضغط على الجايدز، الجايدز اللي هي تقسيمة الصفحة، الجايلز وليس الجريد لاينز، دي حاجة ودي حاجة.
بحدد الشكلين دول مع بعض ازاي؟ بحدد الشكلين دول مع بعض ازاي؟ انا حددت اول شكل اهو، وبعد كده بدوس على كنترول من لوحة المفاتيح، كنترول من لوحة المفاتيح، وادوس على الشكل الثاني، كنترول من لوحة المفاتيح وبدوس على الشكل الثاني. بدوس على الشكل الاولاني، وبعد ما بدوس على الشكل الاولاني بدوس على كنترول من لوحة المفاتيح، كنترول من لوحة المفاتيح، هتلاقوا في زرار اسمه كنترول من لوحة المفاتيح، هضغط على كنترول من لوحة المفاتيح واروح احدد الشكل الثاني، اروح احدد الشكل الثاني. كده الشكلين اتحددوا مع بعض. من فوق في حاجة اسمها شيف فورمات، هدوس عليها، ادوس على شيف فورمات. بس الامر اللي انا هعمله دلوقتي مش هتلاقوه غير في 2019، 2019، واروح على حاجة اسمها الميرج شيب، الميرج شيب. اللي بيحصل اهو من هذا الشكل ده، ان انا هعمل زي اسفلت او كوبري، اعمل اللي هو كوبري، وفي سيارات متحركة على الكوبري ده، واعمل اشارات مرور. انا عايز الشكل ده. لو قدرت ترسم الشكل ده، لو الامر مش عندك وقدرت ترسمه عن طريق الشيب، واحنا قلنا ازاي بوصله لشكل زي ده، بختار الشيب اللي عندي، انا عملت شيب، وبضغط كليك يمين على الشيب، والاقي في حاجه اسمها ايديت بوينت، هلاقيها من فوق ايديت بوينت، النقاط اللي عندي اهو، امسك النقطه واحركها، امسك النقطه الثانيه واحركها، فاختار الشكل المناسب على اساس كده واعمله بنفس الطريقه دي. ده لو ما عنديش 2019، ده لو ما عنديش 2019. يبقى اول حاجه عملتها ايه؟ اول حاجه رحت على قائمه فيو، بعد كده اخترت جايدز، تمام، الناس سمعانا ولا لا؟ الصوت واصل للناس؟ الصوت طيب ده يا صوت، باشمهندس هو تقريبا هو مش فاتح الجوين اوديو تقريبا، فانا اكتب له ده ثانيه. طب معلش يا باشمهندس احمد، ابعت لي، باشمهندس احمد محمود، ابعت لي ابعت لي سكرين شوت القائمة فيو، ابعتها لي على الواتساب، سكرين شوت القائمة فيو ابعتها لي على الواتساب، تمام. طيب لو مش موجود عندك خلاص كمل عادي، اعمل الشكل، اعمل الشكل اللي احنا عملناه، كمل. فاحنا كنا عملنا ايه؟ احنا اول حاجه عملناها عملت جايدز او تقسيم. طيب انا لو ما عنديش الامر ده بعمله ازاي؟ بعمله عن طريق ان انا بجيب مستطيلات، احط الاربع مستطيلات، مستطيلين من فوق ومستطيلين من تحت، واروح اشيل الفله او التعبئه من كل مستطيل فيهم. انا اول ما شلت التعبئه من كل مستطيل فيهم كده، اللي من الداخل بيجي فارغ، بيجي فاضي، ما بيجيش عندي غير الحدود الخارجيه بس، وده اللي انا عايزه. طب مش عارف اعمل ده ومش عارف اعمل ده، خلاص كمل اعمل الشكل اللي انا عملته ده. ان انا بجيب اول حاجه سايكل او دايره، تمام، اعمل لها ارتفاع 10 وعرض 18، اروح الدايره الاولانيه اضغط كليك يمين عليها وادوس على حاجه اسمها فورمات شيب، وبعد كده بخلي الترانسبيرنسي اللي هو الشفافيه بخليها مثلا 21، تمام لحد هنا. بعد كده باخد كنترول او نسخه تانية من الشكل عن طريق كنترول دي، خدت نسخه تانية من الشكل عن طريق كنترول دي. بعد ما خدت نسخه تانية من الشكل عن طريق كنترول دي، اروح الشفافيه اللي انا قللتها في الشكل الاولاني، لا اخليها صفر في الشكل الثاني،
وبعد كده بحدد الشكلين. بحدد الشكلين ازاي؟ ان انا بضغط على الشكل الاولاني وبعد كده بدوس على زرار كنترول من لوحة المفاتيح، بدوس على زرار كنترول من لوحة المفاتيح واحدد الشكل الثاني اللي انا عايزه، واحدد الشكل الثاني اللي انا عايزه. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بروح على فورمات او شيب فورمات، شيب فورمات من فوق بعد ما حددت الشكلين، وبختار حاجة اسمها الميرج شيب اللي هو بعمل دمج للأشكال، بعمل دمج للأشكال. طيب الخطوة التالتة اللي فيها بعد كده، بروح على انسرت وبروح على شيب أو أشكال وبختار شكل المستطيل، شكل المستطيل. طيب طيب انت عملت ايه او ليه اخترت شكل المستطيل؟ انا بس الاول هقول لكم اهو، خليها كده، انزل دي تحت شوية. طيب تعالوا كده ندوس، انا ادي عملت شكل المستطيل حطيته من بره كده اهو. فاحنا قلنا بحدد الشكل التاني ازاي، أحدد الشكل التاني إزاي؟ هندسة باشمهندس أحمد حسام، معلش ابعت له اللينك بتاع الواتساب، اللينك بتاع الجروب بتاع الواتساب. أنا حددت الشكل الأولاني أهو، وعايز أحدد الشكل التاني، عايز أحدد الشكل التاني، قلنا بنحدده إزاي؟ قلنا بنحدد الشكل التاني ازاي؟ ان انا بضغط على كنترول من لوحة المفاتيح، بضغط على كنترول من لوحة المفاتيح واروح احدد الشكل التاني اهو. كده الشكلين اتحددوا معايا، كده الشكلين اتحددوا معايا. بس هيفرق لو انا حددت ده الاول او ده الاول. انا حددت الاول ايه؟ انا هحدد الاول الشكل اللي هو من بره ده، نزلها زي ما هي اهي. فهحدد الشكل اللي انا عملته ده الاول واروح احدد الشكل التاني. وعلشان اعمل دمج للشكلين بعمل ايه؟ بروح على حاجه اسمها الميرج شيب، ولو اخترت الشكل الاخير اللي حصل اهو، ده كله عشان اشيل الجزء اللي من بره، ده كله علشان اشيل الجزء اللي من بره. نفس القصه هنا برضو، نفس القصه هنا، اروح على انسرت واروح على شيب واختار شكل المستطيل، بعد كده بحدد الشكل اللي من جوه وادوس على كنترول وبحدد الشكل اللي من بره واروح على ميرج شيب واختار حاجه زي كده. انا عملت اللي هو الاسفلت اللي هو عايزه، انا كده يعتبر عملت الاسفلت اللي هو عايزه. طيب تمام لحد هنا. طيب انا شفت الصوره يا باشمهندس حضرتك، مش مشكله، كمل عادي كده. تمام كمل عادي كده. وتقسيم الصفحه احنا كنا شرحناها المحاضره اللي فاتت، ممكن نقسمها بطريقه تانية، هعيد عليها ان شاء الله في اخر المحاضره، هعيد عليها في اخر المحاضره. طيب ده كده اول جزئيه انا كنت حابب اعملها، اول جزء حابب اعمله اللي هو الاسفلت، اللي هو الاسفلت بتاعي، اللي هو الاسفلت اللي معمول على ايه؟ على الكوبري. عايز اغير لونه، بغير لونه من حاجه اسمها كلر، انا عايز الاسفلت لونه اسود. اخترت اللون الاسود، اخترت اللون الاسود بتاعي. حلو كده، حتى الآن أنا ماشي خطوة بخطوة. يبقى أنا علشان أحدد شكلين مع بعض بحدد الشكل الأولاني، بعد كده بدوس على كنترول وأروح أحدد الشكل التاني فيتحددوا معايا، وبعد كده بروح على حاجة اسمها ميرج شيب اللي هو بيعمل لي دمج للأشكال، بيعمل لي دمج للأشكال اللي عندي. أنا الشكل اللي من ورا ده، الخلفية اللي من ورا، عايز أغير لونها أو
ضغطت عليها واخترت كمثال لون زي ده. انا عايز اغير شكل الخلفيه اللي من ورا، بغيره ازاي؟ اللي هو الباك جراوند، اللي هو الباك جراوند اللي هو الخلفيه. طيب انا خلاص انا طلعت من الشكل ده، رحت دوست على الخلفيه ورحت على الكلر واخترت اللون اللي انا عايزه. ادي كده الجزء الاولاني اللي انا عايزه، دي كده الخطوه الاولى. طيب بعد كده نعمل ايه؟ لو دوست على كنترول دي، كنترول دي بتعمل ايه؟ تاخد لي نسخة تانية من الشكل. تعالوا كده نجرب مثلا شوية. ادي كنترول مع دي، انا عايز الشكل من فوق ده ما فيهوش فيل نو فيل، التعبئه اللي من الداخل دي فاضيه. بعمل ايه؟ بروح على حاجه اسمها شيف فورمات، ومن شيف فيل بختار نو فيل. انا مش عايز التعبئه اللي في الداخل، انا عايزه فاضي خالص، ادي نو فيل. طب عايز الاوت لاين اسود، دوست على شيب اوت لاين فخلى لي الاوت لاين اللي عندي اسود، او اخليه مثلا ابيض بنفس الشكل ده، بنفس الشكل اللي انا عامله. طيب دي الخطوه الثانيه، تعالوا كده اهو. السمك نفسه اللي من الخارجي، انا لا انا مش عاجبني السمك ده، انا عايز اتخن الخط شويه. بروح على شيب اوت لاين، وبعد كده من الويت الوزن بختار مثلا الشكل ده. فحسينا ان هو عمل لي نسبه تضخيم على الشكل، ضخم لي الشكل بتاعي، باخدها زي ما هي كده اهو، احطها على الشكل من تحت اللي هو الجسر، اللي هو الجسر بتاعي. طب في حد، لو حد قال لي مثلا، طب انت ليه مثلا تجيش على الشكل ده وبتختار الاوت لاين مثلا ابيض وتزود السمك بتاعه؟ ايه اللي حصل؟ حصل برضه اهو، هو بضغط على الشكل، بضغط على الشكل اللي عندي وبروح على الاوت لاين بخليه لونه ابيض، وبزود السمك بتاعه، بزود السمك بتاعه. دي طريقه برضو تانية. فكده انا عملت اول حاجه الجسر اللي انا عايزه، عملت الجسر اللي انا عايزه. طيب انا بقول ان احنا مثلا عايزين نعمل كوبري، فالكوبري تحته مثلا ميه. طيب ابدا اضغط على الشكل، عايز اكبر شويه، بكبر من فين؟ اكبر من هنا. ظبط الاول، اخلي الشكلين انا عملتهم في جروب. لو ملاحظ ان في هنا مكان فاضي، انا مش عايز المكان الفاضي ده. اهو كبرت، لو جيت قربت هلاقيه ظبط معايا، هلاقيه ظبط معايا. تمام. طيب هروح بعد كده برضو على الشيب او الشكل، هروح على الشيب او الشكل، الشكل اللي عندي اختار الشكل ده اللي هو ده اهو. انا اخترت الشكل ده، هروح اعمل ايه بعد كده؟ ارجع على insert، على الشيب، اختار الشكل ده، خلي مثلا هنا من تحت، بس انا عايزه بالشكل ده، عايزه كده اصغر شوية. انا عايز اغير اللون بتاعه، اللون بتاع الشكل ده مش عاجبني، عايز اغير اللون، او اخليه الجريديانت فيل، جريديانت فيل.
خلينا ماشيين خطوة بخطوة مع بعض. هغير اللون الأولاني ديه، هضغط عليه أهو، وأخلي مثلا اللون اللي أنا عايزه مثلا اللون الرصاصي، اللون الرصاصي. أو بالشكل ده أنا ضغطت عليها من هنا، وبعد كده رحت اخترت اللون اللي أنا عايزه، اخترت اللون اللي أنا عايزه. أنا مش عايز دي، أعمل لها ديليت، مش عايز دي برضه أعمل لها ديليت. بالنسبة لدي برضه هختار لون تاني، اخترت اللون التاني. طيب دي كده أول خطوة، اللون أنا خليته لون رصاصي. طب أنا عايز أرسله للخلفية، برسله للخلفية إزاي؟ في حاجة عندي اسمها السند باكورد، هختار منها السند تو باك، سند تو باك، سند تو باك. عايز آخد نسخة تانية منها، إزاي باخد النسخة التانية؟ كنترول دي، كنترول دي، باخد النسخة التانية، خليها جنبها، وبرضه هرسلها للخلف. هرسلها للخلف ازاي؟ برضه هروح على سند باكورد واختار السند تو باك، سند تو باك، كبرها شوية. عايز نسخة تالتة، كنترول دي، كنترول دي، وعايز ارسلها للخلف، ادوس على السند تو باك، إرسال للخلف، إرسال للخلف. طيب عايز آخد نسخة رابعة، قول دي، وخلي النسخة الرابعة كده هنا اهو، واعمل لها سند تو باك، ارسال للخلف. بس احاول اظبط المسافات ما بينهم، تبقى بالشكل ده، تبقى بالشكل اللي انا شايفه. دي كده اول خطوة، دي كده اول خطوة. انا الاوت لاين هخليها اوت لاين، يعني مفيش اوت لاين، لان هنا واضح ان في حد خارجي. اروح على شيب اوت لاين واخليها نو اوت لاين، او ادوس على كل شكل واخليه نو اوت، كل شكل نو اوت لاين، كل شكل نو اوت لاين، ظهر بالشكل ده. حلو خالص. فأنا خليت الأربع أشكال اللي عندي ملهمش حدود خارجية. دي كده أول خطوة، دي كده أول خطوة عندي. فده شكل الجسر أهو، دي اللي هو الحياة الخلفية اللي من الأرض. عايز أعمل زي كمل الكيرف، بعمل الكيرف إزاي؟ اروح على شيب او اشكال، سر منها شيب، الاقي في حاجه اسمها كيرف. تاني بروح على انسرت، قائمه انسرت، وبعد كده بختار منها الشيب او الشكل، وبدوس على كيرف. عايز اخلي الكيرف فين في الجزئيه دي، اروح اضغط بالزائد هنا، ضغطت اهو، هذه الجزئية الثانية. تاني حتة الكيرف الناس تركز فيها، أنا هرجع أهو، هرجع خطوة لورا. تاني هعمل إيه؟ هروح على شيب أو أشكال، هروح على شيب وبختار حاجة اسمها كيرف، هروح على شيب أو أشكال، اخترت كيرف، اضغط هنا في الجنب،
بعد ما بخترت، بعد ما اخترت تمام الكيرف اللي انا عايزه، لو رحت مثلا على الاوت لاين واخترت لون زي اللون الابيض، بص كده على الكيرف مش مظبوط معايا، انا عايز اظبطه، ارجع تاني لازم اظبط الكيرف، ادي انسيرت، بحيث ان انا اقسم، انا عايز اقسم دلوقتي ايه، انا عايز اقسم الجسر اللي عندي، رحت على كيرف اهو، حددت هنا خليني ماشي وراها لحد ما اظبطها اهو، دوست على الكيرف، دوست هنا في المنتصف، اروح على الاوت لاين اختار اللون الابيض، اللون الابيض والسمك بتاعي، هزود السمك، الجزء الخارجي من بره مش عاجبني، اعمل ايه فيه؟ تعالوا نحاول نحذفه باي حاجه، نرجع تاني اهو، انا مش هحذفه بالطريقة دي عشان ما صعبش الدنيا برضو عليا وعليكم، اهو انا وقفت هنا بالكيرف، اهو بحاول اظبط الكيرف، برضه مش عارف تظبط معايا، احاول على قد ما اقدر، انا احاول فيها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره لحد ما تظبط معايا، لحد ما تظبط معايا، اروح على انسيرت وبعد كده شيب، واحنا كلنا بنحاول مع بعض، واحد ما ييأسش، الواحد يكمل اهو، اهي ظبطت معايا، بروح على الاوت لاين وبختار مثلا اللون الابيض، السمك ازود السمك بتاعي بالشكل ده، الشكل اللي انت شايفينه ده، حتى لو ما ظبطتش معايا انا حاولت اوصل اللي انا عايزه، حاولت اعمل اللي عليا واوصل لل، انا ضغطت على الكيرف اللي انا عملته ورحت على الاوت لاين وفي الويت، هلاقي فيه اشكال او الداش ده اشكال مختلفه للاوت لاين، بس انا لازم احدد الشكل من جوه، او حددته ورحت على الاوت لاين ومن الداش فيه حاجه بالشكل ده اهو، اللي حصل حددت حاجه، ده اللي انا عايزه، عايز ابتدي اظبط في النقاط شويه، عايز ابتدي اظبط في النقاط، اظبطها ازاي؟ انا ضغطت على الشكل من داخل، ضغطت على الشكل اهو، وفي حاجه اسمها edit shape وهختار منها edit point اهو، ابتدي اظبط، ابتدي اظبط على قد ما اقدر في الشكل، ايه اللي حصل؟ يعني اتظبط شوية، بضغط على الشكل من جوه وبروح على حاجة اسمها edit point وابتدي اظبط في الشكل على قد ما اقدر، اهو لحد ما الشكل ابتدى يتظبط، برضو لسه هضغط على الشكل من الداخل واروح على edit point، اكتفي كده اهو.
طيب على فكرة ليها خطوات كتيرة أقفل بيها الشكل، ليها خطوات كتيرة بقفل بيها الشكل، بس أنا بما إن واحد لسه مثلا هقول لكم، أنا لو فرضا مثلا واحد مبتدئ، نفترض أنا واحد مبتدئ هعمل إيه؟ أنا أكون عارف الأشياء الحاجات دي ولا لازم أمشيها خطوة بخطوة؟ أنا لازم أمشي الحاجة بتاعتي خطوة بخطوة، ليها كذا خطوة، وفعلا اللي أنتوا قلتوه ده صح مش غلط، بس إحنا خلينا ماشيين خطوة خطوة مع بعض. فأنا شايف إن كده خلاص يعني لحد ما ابتدى تظبط شوية، لحد ما ابتدى تظبط شوية. طيب ده كله أنا بظبط في إيه؟ في الجسر. إحنا الجزء الأولاني اللي فيه ده بس هنتعب فيه شوية، بس بعد كده تلاقي الدنيا سهلة، الدنيا ابتدت تظبط معاك شوية. أنا ضغطت على الشكل من الداخل أهو، رحت على الجريد لاينز، أنا مش عايز ده ولا عايز ده، علامة إكس أهو، علامة إكس، علامة إكس، خليه بالشكل ده. اللون مثلا نبتدي نغير في اللون، اللون هنا عندي أد الكلر، عندي الكلر أو اللون، وبختار مثلا حاجة زي دي. طيب كده ظبط الألوان بعد كده أهو. أبتدي أظبط الألوان اللي عندي. حتى الآن ببتدي أظبط في الألوان. عجباني كنبة مش عجباني، أروح أمسحها وأروح أعمل لون تاني غير مثلا ده، هختار اللون الأبيض. لحد ما ابتدت تتظبط معايا شوية. طيب أنا عايز آخد نسخة من الشكل من ورا، كنترول دي، أو أخد لي نسخة منه، كنترول دي بياخد لي نسخة من الشكل من ورا، كنترول دي. طيب حلو لحد ده. طيب انا الشكل من ورا ده عايز اغير الشفافيه بتاعته من فين؟ من حاجه اسمها ترانسبيرنس، نزود في الشفافيه اهو. كنترول دي، ليه مش بيعمل معايا؟ تفتكروا ليه؟ لان انا مختار لاين، مختار لاين، انا مش عايز لاين، انا عايز الشكل نفسه. شيل ده، أعرف الشفافية بتاعت وصلت بالشكل ده، وصلت للشكل ده اللي أنا عايزه. بس الفكرة بقى إن أنا هنا مش عايز الأوتلاين أو مش عايز الحد الخارجي. ما قلنا لو مش عايز الحد الخارجي بعمل إيه؟ الأوتلاين بخلينه أوتلاين. الشكل نفسه اللي عندي في حاجة هنا هتلاقوها اسمها السوفت ايدج، فين؟ في الإفكت التأثيرات، بصوا كده في الحجم اللي هو الظل، الحواف بتكون ناعمة عندي. خليها فين؟ خليها هنا؟ خليها فين تفتكروا؟ حط فين؟ أسيبها هنا دلوقتي، وبروح على الشيب أو الأشكال،
بختار فين الشكل اللي انا عايزه، فين الشكل اللي انا عايزه، عايز شكل معين، عايز الشكل المعين، دوره معايا اهو، عايز شكل معين اللي عندي، ده هي شكل المعين. طيب انا اخترت الشكل المعين اللي عندي، ابتدي اظبط، دي كلها تظبيطات. اخترنا مثلا اللون الاصفر، هو مش لطيف يعني بس هنختاره، دوست على كنترول دي اخدت نسخة تانية منه، النسخة التانية بخليها نو في ال... يعني مش عايز ليها تعبئة. طيب الاوت لاين بقى، ابتدي العب في الاوت لاين شوية، خلي الاوت لاين اللون الاسود، بس احاول اصغر حجمها، انا اكبر ده الاول، كبرتها اهي. اما بالنسبة لدي عايز اخليها في الداخل، اصغر الحجم بتاعها، عايز اخليها بالشكل ده، حاول اظبط. وبعمل اول حاجة الشيب او الشكل، بعمل شكل في الداخل، بعمل له تفريغ، واروح بعد كده. بس انا الاوت لاين اللي في الداخل ديه، الشكل في الداخل، عايز اوت لاين بزود الوزن بتاعه، وبعد كده بروح انا دلوقتي بعمل زي اشارة مرور، اختار مثلا مستطيل، بس الإشارة شوية، أغير لونها بخليه اللون الأسود، جريد لاين، انا اخلي اللون الاولاني اللي عندي ده اختاره لون اسود، اختار اللون ده برضو لون اسود، مش عايز ده. طيب اللون ده مثلا نخليه لون رصاصي، ولا اخليه لون ابيض، حاول لحد ما اظبط، لحد ما تتظبط معايا، لحد ما تتظبط معايا اشارة المرور، اظبطك يا اشارة المرور اهي. تمام، خليه ده مثلا ده لون أبيض، خلي مثلا هنا برضو لون أبيض، كنترول زد، خلي ده كده، أظبط في الألوان، الألوان اللي أنا شايفها مناسبة أظبط فيها، أنا مش مجبر إن أنت تعمل زي ما أنا بعمل، لأ كده أظبط في الألوان. طبعا انا عجبني اللون ده، خلاص هكمل بيه. انا بعمل دلوقتي، بحاول اعمل اللي هو اشارة مرور. طيب في الدايركشن حاول اظبط الحركة نفسها، صار زي دي. تمام، هي بتتظبط معايا زي ما انتوا شايفين شكلها، زي ما انتوا شايفين شكل الإشارة. هرجع أغير لونها، أخلي مثلا لون أبيض لحد ما ابتدت تتظبط معايا. طبعا أنا عايز أخليه
اظبطه بس الاول. انت اظبط فيه. ابتدي اظبط فيه زي ما انا عايز. مش هقدر اظبط فيها. وبعد كده هخليهم كلهم شيب واحد او شكل واحد. ازاي؟ خليه من الخلف. اروح احدد الشكل ده، احدده. انا حددته اهو. وادوس على كنترول مع جي، كنترول مع جي بيعمل لي، بيحطهم لي داخل جروب. ده مش اشكال في مجموعة، كنترول مع جي، كنترول مع جي. هاخد الشكل ده، احاول اصغر شوية، شوف المكان المناسب بتاعه فين. اختار ده، انا اخليه هنا اهو. اخد منه كذا نسخة، كنترول دي، كنترول دي بيديني كذا نسخة منه. صغر دي شوية، ابتدي اظبط فيهم. دي هتكون بعدها هنا، ستكبر. ادي كبرتها. ابتدي اظبط. اروح اخد الشكل الاخير ده، خليه مثلا هنا. برضه اصغرها شوية. خلي دي هنا، اقربها منها شوية اهو. دي نفس القصة. نفس القصة، أحاول أقلل شوية وأظبط. أنا لحد الآن في مرحلة التظبيط أهو، بظبط. طيب عايز بعد كده اضيف صورة، بضيف الصورة ازاي؟ بضيف صورة ازاي؟ بس قبل ما اضيف صورة لازم اظبط دي الاول.
اسم فلاش يكون طالع من بره زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين. اروح اجيب مثلا صورة من الانترنت، انا عايز صورة عن ايه مثلا؟ نفترض ان انا عايز احط صورة نيل، اروح على المتصفح عايز اللي هي الإشارات نفسها، إشارات المرور، راح أكتب اللي هو بس أكتب بي إن جي وايف، شوف إيه اللي يظهر معاها. أو لو هنقول مثلا الساين اللي هو الإشارات، أهي هتظهر معايا بالشكل ده، تظهر معايا بالشكل ده. طيب عايز احط مثلا الاشارة دي سيف ايمج از، ولو جيت حفظتها على سطح المكتب ادي اشارة، ادي الاشارة التانية، باخد اشارات على حسب اشارات المرور اللي عندي، 5 اشارات. طب الإشارة التالتة نفترض اللي هي هتكون مثلا دي، نفترض دي أكتب ساين هو الإشارات، هو الإشارات. طيب برضه في إشارات تانية عندي أنا عايزها، إشارة زي دي مثلا أهو، هاخد برضو الإشارة دي. حلو خالص، بروح على الباوربوينت، بروح على انسيرت وبيكتشر، وبختار زيس ديفايس من الجهاز، راح ادور على الاشارات بتاعتي، اختار مثلا الاشارة دي، طيب هاخد اشارة اشارة فيهم واحطها داخل اشارة المرور، صغر دي صغر تاني، أروح على سيرت بيكتشر، اختار إشارة زي دي، قلنا عشان اشيل الخلفيه بروح على ايه، على كولر، وبختار حاجه اسمها السيت ترانسبيرنت كولر، واروح اضغط على الخلفيه. اروح على اعمل لها كروب او قص، حلو خالص، اختار برضو الشكل التاني على بيكتشر، اختار مثلا حاجة زي دي، اصور اختار ده اخليها هنا اهو، تمام. بروح مثلا برضو على انسيرت، وبختار الصورة التانية اللي نزلتها بتاعت إشارة المرور، أي إشارة مش لازم، أي إشارة مش ملزم إن أنا أعمل، تعملوا حاجة زي كل واحد بيختار الحاجة اللي تريحه أهو.
اروح على انسرت. ايه تاني؟ انا عايز ستوب بتاعت ايقاف، بروح على عليها ستوب اوقف. بروح على انسيرت بيكتشر، ده كل انا استخدمت فيه الاشكال والصور لحد الان، اشكال وصور التنسيقات بتاعتي. مش عايز عشان فيها خلفية، أنا أحاول أبعد عن أي حاجة فيها خلفية، أبعد عن أي حاجة فيها خلفية. يا إما أعمل أجيب أدور على حاجة تكون سهلة إن أنا أشيل الخلفية بتاعتها زي دي كده. بروح على الكلر واختار set transparent color وادوس على الخلفية، فكده الخلفية اتشالت معايا. صغر عادي الحجم، راح احطها في الداخل هنا، صغر تاني. دي اللي هي بالنسبة لإشارات المرور اللي عندي. حلو خالص، أنا مش ملزم إن أنا أعمل نفس إشارات المرور. طيب عايز أجيب شكل تاني، بروح على إيه؟ هو انا عايز اجيب شكل البحر لان انا قاعد على كوبري. دور على أي شكل مناسب. عارف كده نختار الشكل ده. اروح على باوربوينت واروح اعمل انسرت للشكل، اروح اعمل انسرت للشكل. شكرا شكرا. اختار شكل زي ده اهو، بروح على الباوربوينت اروح اعمل ادراج للصورة من سرت.
والله عملت لها سند تو باك. انا رسلتها للخلف، بس انا عندي مشكلة. قبل ما ارسلها للخلف لازم اظبط الاشارات بحيث ان اخليها داخل صفحة العمل بتاعتي. أظبط الإشارات بحيث إنها تكون داخل صفحة العمل بتاعتي. انا بظبط اهو فيها بحيث ان هي ما تكونش بره صفحة العمل، ما تكونش بره صفحة العمل. حلو، انا ظبطتها. راح اخد الشكل بتاعي خليه عليها اهو. واعمل له سند تو باك اهو. دي شكلها كده، دي شكلها كده زي ما انتم شايفين. اول ما بعمل لها ارسال للخلف انا عايز ابتدي اظبط اللون ده بحيث ان هو يكون نفس اللون اللي هو بتاع البحر. بعمله ازاي؟ بروح على حاجه اسمها الاي دروب. انا ضغطت على الشكل اهو، ضغطت على الشكل. فين الاي دروب اللي عندي؟ عايز اخلي الجزء ده زي ما هو من فوق، الجزء اللي من فوق باللون الرصاصي والجزء اللي من تحت اللي هو بيكون باللون اللون اللي هو السماوي. بص على الايدروب، انا عايزها بالشكل ده اهو. بس لا، انا عايز اعكس كده هنا، اجيب دي هنا، خلي دي هنا. نفس القصة دي كده أنا عملتها، خليتها بالشكل ده. طيب عايز أعمل الشكل التاني هو هو برضه، بس هبتدي برضه أظبطها. باقي الأشكال هعملها بنفس الطريقة، يعني الشكل ده خليه نفس الكلام برضه لحد لما مظبط فيه. خلي دي هنا، خلي دي هنا. الشكل الثالث نفس القصة، أعكس ما بين الاثنين. أنا حاسس كل ما بعمل حاجة اللون بتاعها يتغير، فبعمل إيه؟ عشان أبعد عن كل ده راح أخد كنترول دي من دي، نسخة تانية من دي. أنا حذفت دي أهو، أحذف الشكل ده وهحذف
اخد كنترول دي من ده، اعمل له سند تو باك، ارسل للخلف. هتتعب الأول عشان تظبطها، هتتعب بس عشان تظبط الشكل اللي عندك، بحيث إن أنت عايز تطلعه بنفس الشكل الأولاني. حاول تظبط على قد ما تقدر أهو. انا هخليها على كده، انا شايفها كده مناسبه بالنسبه لي. طيب هروح اجيب شكل عربيه، شكل عربيه بي ان جي بيكونش ليها خلفيه من ورا. بس انا عايز لون يكون ماشي مع التصميم اللي احنا عملناه. انا عايز العربية اللي انا هجيبها تكون ماشية من اليمين لليسار. تعالوا كده ندور مع بعض لحد ما تتثبت. أنا شايف إن دي مناسبة، مثلا دوست على سيف إيمج إس، عملت لها حفظ ورحت على الباور بوينت، اخترت بيكتشر، تبي أظبط في الصورة زي ما أنا عايز، عايز الصورة، أروح على كلر وأختار سيت ترانسبيرنت كلر وأروح أشيل الخلفية اللي عندي. طيب وأروح على جروب أو قص، ابتدي اظبط في الصورة. انا هو يعتبر ظبطتها الى حد ما. كده صغرت الصورة وصغر في العربية. أي أنا بحاول أصغر على قد ما أقدر في العربية. ده شكل العربية بتاعتي. طيب ايه اللي ناقص؟ الناقص اللي هو الحركة بتاعتها. كنا بنعمل حركة من فين؟
بعمل الحركة من ترانزيشن ولا الانيميشن؟ ترانزيشن ولا الانيميشن؟ تفتكروا الترانزيشن ولا الانيميشن؟ كنت بعملها من الانيميشن. ترانزيشن هو الانتقال بتاع بين كل سلايد والتاني. تعالوا ندوس على انيميشن. وعلشان احدد مسار الحركه بروح على حاجه اسمها كاستمايز بيس، اهو مسار الحركه بتاعتي. اروح ابتدي ايه اسحب على اللي هو من عليها كده، اقعد اسحب اسحب اهو اسحب لحد ما اطلع لبره. اي بس ماشية سريع. بقلل من فين؟ هنلعب في اللي هو الديوريشن، المدة. تعالوا كده نجرب في المدة. أظبطها، عايز أسرعها شوية. حلو لحد الآن. تعالوا كده بالنسبة للشكل بتاع الطف أخليه وايب. في الستارت بعد ما خليت الشكل الاخير ده الوايب هخليه ويز بريفيس مع السابق، مع السابق ويز بريفيس ويز بريفيس مع السابق. وبروح على حاجه اسمها الانيميشن. انيميشن ايه؟ هضغط على الشكل ده اهو. في حاجه اسمها الانيميشن بنتر اللي هو بيعمل لي نسخ للانيميشن بتاعي. راح احدد الجزء التاني اللي عايز اعمل عليه نسخ. هو بروح على انيميشن بنتر واعمل نسخ للجزء الثالث. نفس القصه انيميشن بنتر ونسخ للجزء الرابع نفس القصه. هو على طبعا الانيميشن ماشي بين وبعمل نسخ للجزء الخامس. تعالوا كده نجرب. فكده انا دلوقتي عملت حركه اليوم كلهم وعملت حركه العربيه بتاعتي. لو جربنا مثلا دوسنا بريفيو ادي اللي حصل معايا، فده اللي حصل معايا. طب انا عندي مشكله تانية، يعني الشكل انا جبته مش جيف، مش شكل متحرك. قبل ده هروح على حاجه اسمها الانيميشن بين. في الانيميشن بين ظبط معايا اللي هو بيقول لي ان الحركه كلها مع بعض. هعمل ايه بقى؟ هروح على اللي تحتها دي واسحبها كده شويه. حاول شويه كده. نفس القصة اللي من تحت اسحبها شوية اهو. دي اللي في الجنب برضو اسحبها شوية. هنا اللي في الجنب اسحبها شوية. تعالوا كده في البريفيو. ايه اللي حصل معايا في البريفيو؟ ايه عندي مشكلة تانية، إن أنا ما جبتش اللي هو الشكل اللي من ورا ده جيف اللي هو متحرك. أعمل إيه؟ أنا كده أعتبر خلصت، بس إيه هنرجع اللي هو شكل البحر نخليه جيف اللي هو صورة متحركة.
خليها زي ما هي، وروح على على الباكتشر فورمات واختار تشينج باكتشر فروم فايل، واختار اللي هو الجيف اللي انا اخترته الصورة الجيف. تعالوا كده ايه، انا خلصت، رحت على الانيميشن ودوست على البريفيو، ادي اللي حصل معايا، ادي اللي حصل معايا كده، اكون خلصت الشغل بتاعي ده، جزء انيميشن بسيط. لو رحت على الانيميشن وعملت عرض لشغلي، طيب حلو خالص. عشان برضه نريح الناس، عشان الناس أعتقد تعبت، فهنرجع بس، هنروح نصلي العصر وهنرجع على الساعة 4 إلا ربع، 4 إلا ربع، 4 إلا ربع، وهنكمل باقي شغل الباوربوينت، عشان نبقى النهاردة كده فنشنا الباوربوينت. هنصمم مع بعض حاجة بسيطة دلوقتي، اللي هو اللعبة البازل. نتعلم مع بعض ازاي اصمم لعبة بازل. طيب تعودوا دايما ان في شغلنا كله، اغلب الحاجات اللي انا هستعملها في شغلي هيبقى في الشيب، كله على الشيب او الاشكال. بروح اول حاجة على قائمة انسيرت، وبروح على شيب او اشكال. في نقطة بسيطة خدت بالي منها، إن أنا لو فاتح الوورد، أنا في هنا الرولة والمسطرة وفي الجريد لاينز، ده الوورد أقرب من فوق برنامج الوورد. ندخل على الباوربوينت، إحنا شغالين على الباوربوينت، هتلاقوا عندكم اللي هو البايتس. فالناس يا ريت تركز، إحنا شغالين في إيه بالظبط؟ إحنا شغالين في الباوربوينت وليس الوورد. طيب اروح على انسرت، بعد كده شيب، واختار مثلا الشكل ده، اختار مثلا شكل زي ده، اظبطه زي ما انا عايز. انا خلاص مش عايز الجايدز، اروح اشيلها. أروح على الشيب فورمات وبختار الشيب افكت، وبختار حاجة اسمها الديفل وظبطها. طيب هاخد نسخة تانية منها ازاي؟ كنترول دي، كنترول دي بياخد لي نسخة تانية. نسخة تانية، نسخة تالتة، نسخة رابعة. بس قبل ما اخد النسخ وابتدي اظبط في كل نسخه، لا انا اظبط في النسخه الاولانيه الاول، وبعد ما اظبطها ابتدي اخد منها النسخ بقى. ادي كليك يمين عليها على النسخه نفسها، الشيب الشكل، واخترت حاجه اسمها فورمات شيب اللي هو تنسيقات الشكل، وبختار حاجه اسمها الجريديانت شيب. انا لو عايز اسيبه كده وما العبش فيه ماشي، لو عايز اغير اللون اغير الشكل عنديش أي مشكلة، أغير اللون لو مش عاجبني أغيره من هنا، لكن لو اللون مناسب أنا شايفه إن اللون مناسب بالنسبة لي، أنا خلاص أنا عايزه بالشكل ده. طيب أروح بس على الدايركشن، أبتدي أظبط مثلا، أختار هنا مثلا اللون ده، دي كلها تنسيقات خاصة بيك، يعني شوف انت المناسب بالنسبة لك واعمله اهو. اخترت اهو الشكل ده، عايز اخد نسخة تانية منه. قلنا بناخد نسخة ازاي؟ كنترول دي، نسخة تالتة كنترول دي، او كنترول سي كنترول بي.
كنترول دي، خدت نسخة تانية من الشاب. كل ده بظبط في الشكل اهو. عملت اللي هو شكل مستطيل، وخدت مني 9 نسخ، اخدت 9 نسخ من شكل المستطيل زي ما انتم شايفين كده، اخدت 9 نسخ من شكل المستطيل. قلنا ازاي؟ كنترول دي، يا اما كنترول سي وكنترول في، اللي هو نسخ ولصق نسخ ولصق. طيب هاخد نسخة تانية من ال، او هعمل دبليكيت من الشكل اللي عندي. اخترت قلت دبليكيت، حلو خالص. انا عندي كده سلايد وادي التانية، سلايد وادي التانية. طيب انا عايز احط على اللي هو الشيب اللي عندي ده، احط صورة. بحط صورة ازاي؟ انا موجود في اللي هو في السلايد التانية، بمجرد ما هضغط على الشيب او الشكل، عندي في حاجة اسمها هنا البيكتشر اور تيكتشر فيل، واروح ادوس على انسيرت واختار الصورة. بس الاول قبل ما اعمل اي حاجة لازم اجيب الصورة اللي انا عايزها. هجيبها من فين؟ نفترض مثلا من جوجل، وهعمل مثلا كأني مثلا اهو معايا الصورة، خليها شبيهة زي بعض. مثلا صور، لو قلنا هذه بص على صور، اخترت اللوجو بتاع النادي الأهلي. واحد اثنين، أنا عندي 9، أنا عندي هنا 9، 2 4 6 8. نفترض جيت بعد كده اخترت تقريبا الناس عرفت أنا عايز أعمل إيه، تقريبا الناس عرفت أنا عايز أعمل إيه. طيب اجيب مثلا حاجة رابعة، هروح على بيكتشر اور تيكتشر فيل، واروح ادوس على انسيرت وادوس فروم ا فايل. اختار مثلا علم النادي الاهلي او تحط هنا. نفس القصه هنا، هروح على البيكتشر اور تيكتشر، اخترت ده علم النادي الاهلي. انا مش عايز هنا علم النادي الاهلي، انا اختار علم تاني، اخترت مثلا السيتي. اروح هنا اختار البيكتشر اور تيكتشر، واختار اللي هو مثلا برشلونة. اروح مثلا هنا، بس هنا انا مش عاجباني السيتي، لان انا عايز علم يكون فيه خلفية السيتي اهو. هاخد ده في الخلفية. انا عايز الليفر برضو نفس القصة اهو.
هروح على البيكتشر اوف بيكتشر وبختار الشكل اللي انا عايزه اهو. اخترت مثلا ادي ليفربول، اروح اجي هنا مثلا اختار برضو الليفر، اختار مثلا هنا السيتي، اخترت السيتي، اخترت مثلا هنا برشلونة، رحت اخترت هنا النادي الأهلي، نجيب هنا صورة مثلا مختلفة. عايز الصورة اللي هي خلفية، ايه زي ما انت شايفين. طيب ليه انا عايز اعمل ايه من كل ده؟ هنعرف دلوقتي انا عايز اعمل. خلاص انا خلصت واخترت وظبطت كل حاجة عندي. اروح اعمل ايه؟ بروح على السلايد اللي قبلها وادوس على كنترول ايه، كنترول مع حرف الايه، كنترول مع ايه بيحدد لي كل الموجود عندي في السلايد. بعد كده عشان اعمل له نفس كنترول سي واروح على السلايد اللي بعدها كنترول في. هذا حطيتها عليه، حطيتها عليها بالشكل ده. تاني اهو انا عملت سلايد ورحت عملت سلايد تاني زيها، ورحت في السلايد التانية حطيت في كل مربع شكل، في كل مربع عندي شكل تمام. رحت رجعت للي هو السلايد الاولانية اللي عندي، رحت دوست كنترول مع حرف الايه، حدد لي كل اللي عندي. يا اما بعمل ايه، بضغط على الشكل وادوس على كنترول واحدد الشكل التاني، افضل داس على كنترول واحدد الاشكال اللي انا عايزها اهي. بعد كده هدوس على كنترول سي اللي هو نسخ، كنترول سي اللي هو نسخ. بعد كده لا بروح على الصفحة اللي انا حطيت فيها الصور وادوس على كنترول في اللي هو لصق، واخد اللي هو الاشكال اللي عندي احاول اظبطها بحيث ان هي تكون على الصورة، الصورة مختفية من ورا، الصورة تكون مختفية عندي. طيب بعد كده بروح على حاجة اسمها انيميشن، التأثيرات، انيميشن او التأثير. في حاجة اسمها الانيميشن وبختار حاجة اسمها المور موشن بيسز، المور موشن بيسز. بس انا مش عايز اللي هو التأثيرات المختلفة دي، لا انا عايز تأثيرات خروج مختلفة، يبقى المور اكزيت افكت. تعالوا كده ندور على حاجة اسمها الكوليبس. اهي كوليبس، شايفين اللي بيحصل؟ اخترت كوليبس. يبقى عملتها ازاي؟ انا رحت على الاد انيميشن، اضافة انيميشن، واخترت مور اكزيت افكت يعني مزيد من تأثيرات الخروج، واخترت هنا حاجة اسمها كوليبس. بصوا كده اهو اللي بيحصل معايا. طيب ده كله انا محدد كله عامل على نفس التأثيرات. طب نفترض انا مش محدد، انا عملت على واحد فيهم وعايز اعمل على التاني،
علشان اعمل على الشكل الثاني بروح على حاجه اسمها الانيميشن. انيميشن انا حددت اهو الشكل الاولاني وعايز انسخ التنسيق بتاعه على الشكل الثاني، بدوس على حاجه اسمها الانيميشن بنتر اللي هو نسخ التنسيق. بس لا انا خلينا على الشكل الاولاني بس، لان انا هعمل عليه بعض التظبيطات او التاثيرات، بعد كده اروح اعمل لها نسخ لكل الاشكال اللي عندي. اهو كوليبس، رحت دوست على اوكي. بعد كده بروح على حاجه اسمها الانيميشن بين، انيميشن بين من هنا هدوس على السهم في الجنب واختار حاجه اسمها الافكت اوبشن، الافكت اوبشن. طيب بعد كده بروح على حاجه اسمها التايمينج، بروح على حاجه اسمها التايمينج. شايفين السهم من تحت ده، هضغط على اللي هو تريجرز، تريجرز، وروح اختار الاختيار الثاني اللي هو ستارت افكت اون كليك، يعني ابدا التاثير لما اضغط كليك عليه. اهو بس الاول قبل ما اعمل كل ده لازم اعمل اعاده تسميه للشكل اللي عندي. بعمل له اعاده تسميه ازاي؟ كنت بعمل اعاده تسميه للشكل ازاي؟ حددت الشكل، بعد ما حددت الشكل، بعد ما حددت الشكل رحت على شيف فورمات واخترت حاجه اسمها سيلكشن بين. ادي ظهر معايا تسميات مختلفه اهو، فعايز ابتدي اغير، اغير اسم. ومجرد ما هضغط عليه ضغطه واحده بس كده هيغير معايا الاسم اهو. خلي اسمه كمثال واحد، فين الواحد؟ اهو الواحد. طيب الاثنين، هي اتنين، طب تلاتة اهو، ده تلاتة، اربعة، اتنين اربعة، اربعة على اربعة. انا هحاول اظبطه او خليها كده واحد اتنين تلاتة. بص على ده، خمسة، بص على ده، ستة. هل أنا بعمله ده صح ولا لأ؟ طيب أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، فين أربعة؟ أنا مسميه ستة، المفروض يبقى اسمه أربعة، والأربعة ده يبقى خمسة، لازم أكون ماشي بالترتيب. الخمسة اللي عندي هو رقم ستة. طيب فين ده رقم سبعة؟ فين تمانية؟ أدي تمانية، وأدي وأدي تسعة. طب انت عملت الكلام ده ازاي؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ انا بروح اختار الشكل الاولاني، بحدد على الشكل الاولاني وبدوس على حاجه اسمها الشيف فورمات وبختار منها سيلكشن بين. هيظهر معايا بمجرد ما اضغط ضغطتين على الشكل هيعمل معايا اللي هو الاسم بتاعها. لو عايز اغير التسميه، لو عايز اغير التسميه خلاص غيرت التسميع، هضغط على الشكل واروح على حاجة اسمها الانيميشن واختار منها الانيميشن بين. ليه مش مختار انيميشن بين؟ نزيد من تأثيرات الخروج واختار كوليبس. طيب انا غلطت غلطة وغلطة كبيرة كمان، غلطت غلطة وغلطة كبيرة ان انا مش بلعب في الشكل الاولاني. نرجع نعمله من تاني، ادي رحت على الانسرت،
ضغطت على الشكل ورحت على شيف فورمات، تمام. عايز اعمل له احط جواه صورة من شيب فيل، اختار بيكتشر، اختار الصورة اللي انا عايزها اهي، اروح على الشكل التاني نفس القصة، ليكم ماشيين زي ما انتوا كده. هضيف ايه عندي؟ بار مثلا سيتي، اروح انا اختار من شيفل، اختار الليفر، اختار مثلا هنا يا اما شيب فيل، يا اما بدوس كليك يمين وادوس على الفورمات شيب ويظهر معايا في الجنب ده الاثنين واحد، واختار بيكتشر احط لي الصوره بتاعت الريال. هنا بقى لا، هنا مثلا احط صوره النادي الاهلي، احط مثلا هنا السيتي، برشلونة، اختار هنا مثلا ليفر. طيب دي كده اول خطوة، الناس ماشي معايا خطوة خطوة، لان الخطوة اللي نغلطها تفرق معايا كتير. ده كده انا خليت اللي هو السلايد الاولى ما فيهاش حاجة، السلايد الثانية حطيت فيها اللي هو الصور. باجي في السلايد الاولى دي اللي عندي، السلايد الاولى هدوس على كنترول مع حرف الاي، كنترول مع الاي، وادوس كنترول سي، كنترول اي بتعمل لي تحديد للكل، بعد كده بدوس على كنترول سي عشان يعمل لي نسخ ليها، وبروح على السلايد الثانيه وبدوس على كنترول مع حرف الفي، كنترول مع حرف الفي بيعمل لي لصق، ادي حطيتها عليها، تمام. بس انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل اعاده تسميه. بعمل إعادة تسمية إزاي؟ أنا حددت أهو الشكل الأولاني، بس أنا ما رحتش للسلايد الأولى، أنا حاليا واقف لسه في التانية، أنا واقف في التانية ورحت حددت شكل واحد فيهم بس، ورحت على حاجة اسمها الأنيميشن، بعد كده دوست على آد أنيميشن إضافة حركة، واختار من تحت المزيد من تأثيرات الخروج اللي هو المور اكزيت افكت، بعد كده بختار حاجه اسمها كوليبس، دوست على اوكي. ده بالنسبه لاول حاجه، عايز بعد كده ابتدي اغير اسمها، اغير اسمها من فين؟ قبل ما اروح على نسخ التنسيق او ان انا اشوف جزء الحركه اللي عندي، ابتدي اغير اسمه الاول، ابتدي اغير اسمها الاول. غير اسمها ازاي؟ اهو انا حددت الشكل، في حاجة من فوق اسمها الشيف فورمات، الشيف فورمات، الشيف فورمات. طيب نفترض مثلا انا نسيت ورحت دخلت على التايمينج ودوست على التريجر، تمام، ودوست على ستارت افكت اون كليك، يعني هيبدأ التأثير معايا لما اضغط كليك، بس لازم ابتدي اغير اسمه. اغير اسمه ازاي؟ انا حددت اهو الشيب، والاقي في حاجه عندي هنا في الشيب فورمات اسمها السيلكشن بين، ظهر معايا تاثيرات مختلفه اهو، ده اللي ظهر معايا في الدرجة، فضغطه واحده بيغير معايا الاسم. ضغطت عليه غيرت الاسم،
غطى عليه القسم التالت، القسم الرابع، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، إيه اللي هو الثمانية، ده اللي عندي اللي هو تسعة. فكده أنا غيرت التسمية. بعد ما غيرت التسمية بعمل إيه؟ غيرت التسمية خلاص، غيرت تسمية كله. هروح بعد كده ابتدي ألعب في جزء الحركة اللي عندي، كده أغير في جزء الحركة اللي عندي. طيب أنا ضغطت على أول شكل كده، أنت مش عايزك، ضغطت على أول شكل ورحت على الأنيميشن، رحت على الأنيميشن، خلينا وبعد ما دوست على الانيميشن هروح ادوس على الانيميشن، انيميشن بين، انا اسف، انيميشن بين اللي هو جزء الحركه، وادوس على السهم ده وادوس على افكت اوبشن، افكت اوبشن، وادوس على التايمينج. بعد ما بدوس على التايمينج بدوس على حاجه اسمها التريجر، بدوس على حاجه اسمها التريجر، واروح اعلم علامه صح على ستارت افكت، اون كليك، اروح ادوس رقم واحد، اختار رقم واحد، ادي اخترت رقم واحد، دوست على اوكي. ايه اللي حصل معايا؟ نفس القصه. طيب بروح على الجزء الثاني برضو، ضغطت عليه اعمل نفس اللي انا عملته في الجزء الاولاني، هو امشي بنفس الخطوات، لا اروح على طول اضغط على الجزء الاولاني وادوس على حاجه اسمها الانيميشن بنتر، نسخ التنسيق، وادوس على الجزء الثاني اهو نفس القصه، ضغطت عليه. حتى لو رحت مثلا على الافكت اوبشن، او رحت على الافكت اوبشن وعلى التايمينج اهو، ادوس على التريجر والستارت افكت، اخترت اتنين، دوست على اوكي. هنا برضو نفس القصة، نسخ التنسيق، ضغطت على ده ودوست الانيميشن بنتر ودوست عليه، نسخ التنسيق بتاعها. برضو هروح على الافكت اوبشن على التايمينج والتريجر وستارت افكت، اختار تلاتة، اختار تلاتة. طيب اجي هنا في اربعة نفس القصة، اعمل انيميشن بنتر نسخ التنسيق، اروح برضو هعمل نسخ التنسيق للباقي اهو، ابتدي ادوس على نسخ التنسيق، انا بنسخ التنسيقات بتاعتي، انا بعمل نسخ للتنسيقات بتاعتي. حلو، ضغطت على الشكل ده ورحت عليها، رحت على حاجه اسمها الافكت اوبشن، واروح على التايمينج واختار تريجر، من ستارت افكت اوف اوبشن اختار اربعة، اختار اربعة، دوست عليها هنا برضو نفس القصة، افكت اوبشن واختار من التايمينج تريجر ستارت افكت ان كليك واختار خمسة، هذه خمسة، هنا نفس القصة ادوس عليها واروح اختار ستة، ادي التايمينج وادي التريجر وادي ستارت افكت واختار ست، نفس القصة هنا افكت اوبشن واروح على التايمينج واروح على التريجر ومن ستارت افكت اون كليك اختار سبعة. هنا نفس القصة، تريجر ستارت افكت اوبشن واختار 8،
هنا بقى اختار 9. هاتي اختار 9. تعالوا كده في البريفيو. طيب خلاص كده انا خلصت الشغل او خلصت الجزء الاولاني بتاع اللي انا عايز اعمله، بعمل ايه بعد كده؟ فكروا ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا كده بالنسبه لي خلصت ولا في خطوات تاني؟ تعالوا كده نعمل سلايد شو، واختار مثلا فروم كرنت سلايد، يبقى عندي ما اتظبطتش. بس جرب هتروح لما تيجي تعمل سلايد شو او عرض، مجرد ما تضغط على الشكل نفسه هيظهر معاك الصورة اللي هي موجودة تحت. بازل، اطلع صورتين شبه بعض، اطلع 3 صور شبه بعض، 4 صور شبه بعض، وهكذا. بس هذه اللي هي لعبة البازل، ادي كل الذكاء بتاعت القصة. طيب حد عنده مشكلة فيها؟ ده بالنسبة للبازل او انا عارف الناس فصلت في جزء البازل، بس برضه ان شاء الله باذن الله هعيد عليها المحاضرة اللي جاية، وباذن الله باذن الله المحاضره الجايه ندخل في الاوتلوك، برنامج الاوتلوك، هنشرح برنامج الاوتلوك بالتفصيل، هنشرحه بالكامل المحاضره اللي جايه، وهنكمل بعد كده بقى الفورم والبروجكت والبابليشر والفيزو، وهخلي في الاخر اللي هو الاكسس، هخلي في الاخر اللي هو الاكسس ان شاء الله. تمام. حد عنده سؤال بخصوص محاضره النهارده؟ انا عارف ان هي محاضره كانت تقيله شويه، عملنا فيها ايه؟ اشتغلنا على جزء انيميشن، جزء انيميشن اشتغلنا عليه ده، واشتغلنا على جزء البازل، وهعيد على البازل تاني المحاضره اللي جايه. هناخد بس اول 10 دقائق هنعيد عليه، تمام؟ وهندخل على برنامج الاوتلوك، هنشرح برنامج الاوتلوك بالتفصيل، وهنعرف ان برنامج الاوتلوك انا مش بستخدمه بس في ارسال الايميلات، انا بستخدمه في كذا حاجه تانية، ليه كذا وظيفه تانية، ليه كذا وظيفه تانية. حاضر. طب محتاجين ايه بس في محاضره الاكسل؟ انا شرحت يعتبر كل حاجه في الاكسل، فالناس تقول لي محتاج ايه بالظبط؟ يعني انا قلت حتى اللي محتاج حاجه يبعتها على الجروب، محدش بعت حاجه. الناس تقول لي هي محتاجة ايه بالظبط في الاكسل؟ الناس تقول لي هي محتاجة ايه بالظبط في الاكسل؟ مع البايفوت شارت انا شرحته، البايفوت شارت انا شرحته، طب يا ريت الناس تبعت لي الكلام ده على جروب الواتساب، على جروب الواتساب، قالت الناس تبعت اللي انتم محتاجينه ده على جروب الواتساب. تمام. شوفوا محتاجين ايه في برنامج الوورد وبرنامج الاكسس الاكسل، انا اسف، الوورد والباوربوينت والاكسل، ادي 3 برامج معاكم. انا اعتبر كده خلصت ال3 برامج، فالناس تشوف محتاجه ايه بالظبط في ال3 برامج وتبعتهم على جروب الواتساب علشان نشرحهم المحاضره اللي جايه قبل الاوتلوك. حتى ناخد اول ساعه هنعيد على لعبه البازل دي تاني،
وهنشرح الحاجات اللي انتوا عايزينها في البرامج الثلاثة، الوورد، الباوربوينت، الاكسل. بعد كده ندخل في الاخر على اوتلوك. اوتلوك سهل وبسيط، سهل وبسيط جدا. عشان بعد الاوتلوك هنحاول ندخل برضو على برامج تانية. نشتغل شوية على برنامج اسمه باور بي. برنامج الباور بي وبرنامج البروجكت وبرنامج الببلشر والفيز والانفوباس والشير بوينت. الشير بوينت احنا عرفنا ان هو بيعمل بينشئ بيه موقع ويب. الشير بوينت بنشئ بيه موقع ويب، والانفوباس بعمل بيه قاعدة للموظفين او قاعدة للعملاء زي الاكسس يعتبر، والفيزو بتاع الدوائر الكهربية، والبروجكت اللي هو خاص بالمشاريع، والببلشر اللي بعمل بيه مطوية كتاب، وعندي التيمز اللي هو زي الزوم كده هنتعلمه برضو بالتفصيل. زائد ان في الاخر ان شاء الله هنخلي الاكسس. تمام، النسخة موجودة عندي 2019 بس بتاخد وقت عشان تحمل. هي مساحتها 6 جيجا، 6 جيجا، فهحملها انزلها على درايف وابعتها لك. انزلها على درايف وابعتها لك. هتدخلوا برضو على البوست المثبت، هتلاقوا فيه برضو لينكات على البوست المثبت اللي بنزله الباشمهندس احمد. هتلاقوا فيه لينكات تحميل 2016 و2013 و2019 و2010 كده. تمام، تمام. أشكركم النهاردة على وقتكم، وبعتذر لو كنت طولت عليكم. عفوا هندسة، أنا مش مهندس، أنا خلصت، فأستأذن منكم إن شاء الله.